إلى أي درجة سيادتك شايفة حرية الإعلام في مصر تحديدا هذه الفترة؟ الحرية هي أهم يعني قيمة في العمل الصحفي والإعلامي، والحقيقة الحرية بتتمثل في إنه الإنسان يكون الإعلامي يستطيع إن هو يثبت دعائم الدولة ويهتم بتثبيت مؤسسات الدولة وأيضا إيصال صوت المواطن للمسؤول، وده الحقيقة دور الإعلام الحقيقي في الوقت الحالي، لأنه مصر بتمر بمرحلة صعبة جدا في تاريخها الحديث والمعاصر، وده بيخلي أي حد ممكن يتخذ أي يعني مشكلة أو أي حاجة تحصل في مصر وياخدوها بشكل في نوع من أنواع التشويه للوطن. عشان كده دور الإعلامي في الوقت الحالي هو أنه يكون عنده كياسة وفطنة بشكل كبير جدا، أنه ينتقي كيف يتحدث علشان المواضيع اللي يتم إثارتها واتخاذها ضد مصر في الخارج بتشوه شكل الوطن. عشان كده في مسؤولية على الصحفي والإعلامي أنه ينتقي موضوعاته بدقة وعناية، خاصة لما تكون الدولة بتحارب الإرهاب ويكون عندها مشاكل اقتصادية وبتكون خارجة من أزمة كبيرة زي 30 يونيو، فلازم كلنا نقف جنب الوطن، وتكون الحرية هي منهجية لتثبيت الدولة وتثبيت دعائم الوطن وأيضا حل مشكلات المواطنين بما لا يجعل هناك مشاكل وتشويه لصورة الوطن في الخارج. يعني أسباب حضرتك اللي خرجتيها دلوقتي حالا بيتخذها البعض ذريعة لتكميم الأفواه وعدم عرض مشكلات المواطن الحقيقية، يعني مثلا ما فيش ولا برنامج في أي قناة فضائية بيقدر يتكلم عن مشكلة ارتفاع الأسعار، هل حضرتك شايف إن ده طبيعي ومنطقي؟ لا، الحقيقة هو أنا مؤمنة بعدم المتاجرة بمشاكل المواطنين، يعني أنا كإعلامية في برنامجي أنا بعرض المشكلة وبشوف لها حل مع مسؤول، يعني ما ينفعش أن أنا أعرض المشكلة بلا حل، وإلا اسمها أنه أنا بتاجر بآلام الشعب. فالحقيقة الحل أكون أنه أجيب المسؤول وأتكلم معاه في مشكلة المواطن عشان أقدر أجد له حل، أو أنه أخد له معاد مع المسؤول أنه يقدر يحل مشكلته، لكن كون أني أعرض المشكلة بدون ما أجيب لها أي حل أنا كده بتاجر بآلام المواطن، وأنا ده أبعد ما يكون عن دور الإعلام.